النهارده كمان بقى حصلت حادثه طبيه نادره جدا، اعتقد ما اقدرش اقول نسب ندرتها بس هي بتحصل، لكنها ملفته جدا للنظر. حصلت في مدينه شربين في محافظه الدقهليه، نادره الحدوث. طفله بعد ما ولدت تم اكتشاف ان هي داخل بطنها في جنين غير مكتمل في بطنها. طبعا ممكن الناس تستغرب وتتخض، وده شكل الاشاعات اللي حصلت للطفله، لكن هي حاله واضح جدا انها مذكوره يعني في كتب الطب، خلل جيني بيخلي تكوين جنين اخر داخل رحم الجنين الاول ويدخل بالشكل ده زي ما احنا شايفين كانه في توأم، بس لكن طبعا غير مكتمل وواحد داخل الاخر. الاهم من نطمن على صحه الطفله اللي تم ولادتها وعلى التعامل الطبي مع حاله نادره بالشكل ده. دكتور زياد محمد اسماعيل استشاري طب الاطفال وحديثي الولاده ممكن يعلق لنا يشرح لنا ونفهم اهم حاجه نطمئن على الطفله او المولوده. ودكتور زياد مساءك خير. مساء النور، ازي حضرتك يا فندم؟ مساء الخير عليكم. عايز اعرف يعني هل الحاله دي الاولى من نوعها ولا بتحصل ومفهومه ومفهوم طريقه التعامل معاها؟ لا، هي حالة مش الأولى من نوعها. لا، احنا هنا في مصر كان عندنا حالة قبل كده كانت مسجلة في جامعة عين شمس، في حالات بره بس حالات معدودة، فبتعتبر يعني دي أول حالة في الدقهلية، ممكن تاني حالة في مصر، من الحالات النادرة القليلة، لأن أغلب الحالات لما بتيجي بيبقى دايما بتيجي بأورام بس ما بيبقاش اللي بيبقى فيه هيكل جنين. هيكل الجنين ده اللي هو بيشخص باللغة الإنجليزية فيتس إن فيتو، يعني طفل جنين داخل جنين بالتوصيف العربي. فهي دي التوصيف بتاع الحالة عشان موجود هيكل جنيني. طب يا دكتور، حصلت يعني هي طبعا سبحان الله، بس هي أولا تحصل ازاي؟ يعني حتى اذا كانوا توأم واحدهما اكتمل والتاني لم يكتمل، يحصل ازاي انها تدخل داخل رحم الطفله اللي اتولدت؟ لا، هو ما هوش قصه توأم اكتمل وما اكتملش، عشان بس لان للاسف على السوشيال ميديا وطفل بلع طفل والكلام ده اكيد لا يعني طبعا مفيش الكلام ده خالص. هي ده تحور جيني بيحصل اثناء المبايضه ما هي بتنقسم، فبيجي دي خلايا بتبتدي تيجي تنقسم وبتبتدي تكون خلايا جنينيه. ده تحور جيني، مرض وراثي نادر، وعشان كده كان الاهتمام خلال الاوساط الطبيه ومراكز البحثيه على مستوى مصر وخارج مصر كتير كلموني عليها. الحاله طبعا بس في بروتوكول يا دكتور للتعامل مع الحاله دي مش كده؟ هي زي ما حضرتك شايف في الاشاعه الرسمه كان في بيبي جوه، ودي رسمه الاشاعه. فالطفل فعلا البنت لما جات لي هم جم يكشفوه، البنت كانت كويسه جدا يعني الحمد لله، البنت حالتها الصحيه ممتازه ومستقره وما فيش فيها اي مشاكل. البنت جايين يكشفوا اطمئنانا، انا اكتشفت وجود ورم. الورم ده لا مش ورم طبيعي، بدات افحص فيه كويس، لا احنا هنطلب فحوصات. طبعا كان الموضوع مقلق للناس، الناس يعني مش الدنيا كويسه والطفل كويس. لا، طلبنا الفحوصات، طلبنا نعمل اشاعات، كلمنا استشاري الاشعه الدكتور جمال، بدا يعمل الاشاعات بتاعته واكد الوضع اللي لان احنا كنا بنبقى شاكين 99% في الحالات دي بتبقى اورام، فهو حاجه اسمها تيراتوما او برضه ورم جنيني. فهو قال لي لا، الوضع فعلا ماشي زي ما احنا مشخصين، اللي ده فيتس ان فيتو اللي هي جنين داخل جنين، بيبقى فيه زي الفقرات وفي واصل دم، وهو بالدوبلر قدر يثبت اللي فيه دم واصل للمنطقه دي. انا يا دكتور بس مبهوره بحاجه، هو حضرتك بتقول الطفله اتولدت طبيعي جدا، ما حدش قلقان من اي حاجه، ايه الحاجه اللي خلت حضرتك تشك اصلا يعني؟ بصي، هو احيانا بتبقى عامل الخبره بيفرق طبعا كتير، يعني طبعا. هو الحمد لله اما يعني هي كتله صغيره كده في البطن برضه ما بتشاف، يعني في بيبقى احيانا زي ما بيقولوا الحدث او الخبره او الحدث السادس
لا ده مش اللي ينفع، اللي حتى سيبه يوم ولا اتنين وبعد كده نشوفه هيزيد ولا يقل، ممكن يكون كده حاجه، لا الطفل بالظبط. لسه مولود لسه ما عملش وده حمام. يخليني اسال حضرتك، ماذا لو انه لم يتم الانتباه ليها لا قدر الله، انه لو حد تاني ما انتبهش الحاله دي، ايه التطورات اللي ممكن تحصل في الكيس دي انه تاذي الطفله مثلا؟ مضاعفات، لان دي حضرتك ده احنا بنعتبر زي ورم، ده خلايا جنيه موجوده بتبقى زي ورم عامله مشكله، وطبعا وصل لها دم ممكن يحصل فيه مشاكل، ممكن يحصل فيه يعني ممكن يحصل فيه تجمعات دمويه، ممكن يحصل فيه مشكله للبيبي، الحاجه دي كلها بتحصل. وعشان كده هو دلوقتي يعني البيبي انا حولتها مستشفى الاطفال الجامعيه جامعه المنصوره لقسم جراحه الاطفال، وهما دلوقتي بيقوموا ببقيه الفحوصات، لان لازم يتعمل لها اشعه مقطعيه ولازم يتعمل لها بقيه فحوصات عشان تجهيزها للعمليات. يعني هيتم ازاله هذا الورم الجنين. هيتم استئصاله، تكوين الجنين ده هيستأصل، وان شاء الله البنت هترجع كويسه وبتبقى حالتها كويسه، بس هو عشان الحاله دي من الحالات النادره شويه اللي على مستوى العالم كله، وهنا في مصر من الحالات القليله اللي يبقى فيها سكيلتون كامل، فعشان كده الاوساط الطبيه مهتميه بالوضع شويه، والحمد لله دلوقتي اساتذتنا في جراحه الاطفال في مستشفى الاطفال جامعه المنصوره متولين الامور بشكل كويس. احنا بنشكرك يا دكتور، بنشكرك على اولا انه هذا النموذج الطبي والتدخل الطبي في الوقت المناسب والتطور بتاع المتابعه كمان بالشكل المناسب. دكتور زياد محمد اسماعيل استشاري طب الاطفال وحديثي الولاده، وهو مكتشف هذه الحاله النادره اللي اكتشف انه في احتياج موجود. وانا بسال دكتور زياد على البروتوكول، عايز اقول لحضراتكم انه كل حالة في الطب، في تاريخ الطب، عشان كده كان أول سؤال برضو دي حصلت قبل كده ولا لأ، في تاريخ الطب كل حاجة مكتوبة وليها بروتوكول وطريقة للتعامل معها. تفرق حالة من حالة، وساعات الدكاترة بيزعلوا مثلا لما نقول حصل إهمال طبي. أنت إيه اللي يحكم أنه حصل إهمال طبي أو حصل اهتمام طبي زي في الحالة اللي معانا النهاردة، أو حالة الطفلة اللي تم اكتشاف فيتس جواها؟ يعني ايه الفرق؟ يعني امتى نقول ده اهتمام طبي او اهمال طبي؟ اهمال طبي انه الاطباء المعنيين ما يعملوش البروتوكول بالمناسبه اللي هم عارفينه واللي الطب بيقول عليه واللي الاجراءات الحمايه والوقايه بتقول عليه، فده اسمه البروتوكول. اي بقى اجتهادات اخرى، عفوا يعني فهلوه، محاولات لاننا نقول ما هتمشي كده، دي أساتذة الطب طبعا المعتبرين بيقولوا انه ده لا يمت للطب بصير. كل حاجه ليها بروتوكول. لما نيجي نحكم على حاله دي اهمال طبي ولا لا قدر الله ده قضاء وقدر، نرجع نقول يا جماعه البروتوكول في الحالات دي بيحصل ايه. دكتور زياد كان بيتكلم وكانه بيقول كما قال الكتاب، ده اسمه بروتوكول طب. دي افكار الاطباء اللي نحترمهم ونقدرهم ونقول فكر مرتب ازاي. نشك في واحد او اتنين، نحول للطبيب المختص، ثم نحول للإجراء التصحيحي للحالة، ده اسمه بروتوكول علاجي. أي اجتهادات أخرى بتحصل في حوادث أخرى بتخلي إننا نفقد أشخاص ونفقد أرواح، دي عبث مش أو قضاء وقدر اللي يحكم فيها زي ما بقول لحضراتكم كده البروتوكول. كل التحية للفريق الطبي المتابع لحالة الطفلة اللي تم اكتشاف تكوين جنيني داخل بطنها.